ناشدت وزارة الداخلية قائد المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية وانخفاض الرؤية في بعض المناطق بسبب الغبار. وقد أظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عاصفة رملية اجتاحت منطقة العبدلي شمالي البلاد، بالإضافة إلى غيوم ركامية أدت إلى هطول زخات متفرقة من الأمطار عصر اليوم. لنتابع جانبا من تلك الأجواء. هذه كراسينا تقلبت يا الربع، انا اتوقع الهواء 80 اكثر من 80. كرسي حديد طار. (22/9/2018) كل شيء طار. لا اله الا الله، هذا الحين الساعة 2:30 تقريبا. شوف شلون الدنيا، الساعة 2:00 اليوم 22/9/2018.